وخلال القمة توجه الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن بالشكر للرئيس السيسي على دعوته لعقد قمة القاهرة للسلام في هذا الوقت العصيب. وخلال كلمته رفض العاهل الأردني التهجير القسري للفلسطينيين معتبرا إياها جريمة حرب وخط أحمر لجميع العرب. أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس على الدعوة لاجتماعنا في هذا الوقت الصعيب العصيب من أجل العمل معا وفورا على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع منطقتنا كلها. الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم فهذه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا. وعندما يتوقف القصف لن تتم محاسبة إسرائيل، وسيستمر ظلم الاحتلال وسيدير العالم ظهره.